اليوم ان شاء الله على طنطا، وصح المشوار طويل بس نكسر السبات الشتوي ان شاء الله. رح نشوف هلا الطريق من مرسى مطروح لطنطا، حنشوف المواصلات. يلا معنا. وصلنا على موقف مطروح في حاجة الساعة 4:30 يعني من مطروح لطنطا. فاضل نص ساعة تقريبا بس الساعة 4:30 ان شاء الله، رح نقطع تذاكر. سعر التذكرة من مرسى مطروح لطنطا 140 جنيه. واهم شيء التسالي على الطريق، بطاطا، البسكوت، المي، العصير، لانه المشوار كثير طويل. اسكندريه ضمنوا ايدي طنطا والحجز من شباك المكتب. اسكندريه. الجو كان شوي صعب، شوي كانت الدنيا عم تمطر، والاجواء بالباص كانت كثير هاديه ودافيه، كانت مشجع على النوم. طبعا التسالي جبناه ولازم نبلش نرد عليه. بعد ساعتين ونص من السفر هي اول استراحه بنفوت عليها. جو بارد. شوف هذا طريق مطروح وراي، هذا طريق مطروح تروح لاسكندرية، هذا الطريق استراد مطروح لاسكندرية. الجو بارد، طالع استراحة هلا نشرب لنا كاسة شاي ونغير جو. ولما تشوف رطوبة كثيرة بتعرف انك وصلت على اسكندرية. صارت تنزل العالم نازل على اسكندرية. الجو بارد شوي والدنيا مطر، لها اجواء اسكندرية ما شاء الله. كاملين رحلتنا كانت الناس تنزل لاسكندرية، دمنهور، كفر الزيات، تقريبا وصلنا على طنطا ما في غنى بالاتوبيس. نحن لو وصلنا هون على موقف طنطا، يعني هلا صرنا رحله سفر 7 ساعات، نحن طالعين الساعه هلا الساعه 11:30، طالعين نحن من الساعه 4:30، ولسه في عنا سفر حوالي من نص ساعه للساعه، صاحبي قاعد بمدينه قطور، طالعين عنده على قطور. يعني لسه الرحله مستمره. طنطا بالليل كانت كثير هاديه، طبعا نحن واصلين متاخرين، الجو كثير بارد. ان شاء الله بكره رح ننزل ونلف بشوارعها ونشوف كيف الحياه فيها ان شاء الله. والشغله اللي لفتت انتباهي انه التاكسي اللي احنا راكبين فيها طلعت على الغاز. يعني انتوا هنا شغالين العربيات على الغاز؟ بتعبوها غاز؟ اه العربيات كلها هنا بتعبيها غاز. كلها بتعبيها غاز؟ يعني اوفر من البنزين؟ 99% العربيات هنا شغاله غاز. كله شغال غاز؟ اه. الغاز يشغل العربيه 8 ساعات. 8 ساعات بيشغل العربية. اه. الثمان ساعات دول لو قيدناهم ببنزين او قرناهم ببنزين بتاخد حوالي 180 جنيه. 180 اه يعني موفر، يعني الغاز موفر عن البنزين. اه طبعا موفر حوالي 120 جنيه. ليه اضرار؟ ليه مساوئ ولا؟ اه طبعا ليه اضرار كتير، مارش وبطاريه وزيت والمكنه بتخلط بسرعه. 90% من العربيات اللي هي الغاز ما بتعمرش. اللي بيجي يعمل لها عمره كميكانيكا ما بتعمرش. هو بايظه من بره. البنزين بقى يعني المكنه بالنسبه للغاز المكنه ممكن تقعد سنه في العربيه، بالنسبه للبنزين تقعد بالاربع سنين. فرق جامد طبعا. الطريق لمدينه قطور كان مو ممل، كنت عم بحكي انا وصاحب التاكسي. حاولنا هلا وصلنا على مدينه قطور الحمد لله. مدينه قطور يعني هي مركز قطور تابع لمحافظه طنطا. يعني هي صرنا 8 ساعات سفر، يعني كسرنا فيهم يعني الصراحة. يعني برد، جو بارد هلا، الله يستر. يلا طبعا ديني ليل ما نبين شيء هلا من قطور، ان شاء الله هيك بكره ان شاء الله بالنهار اخبركم اياها ان شاء الله باذن الله.